إذن نفلة، مثل ما ذكرت بأن الجميع ترقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء. بعد قليل ستعقد هذه الجلسة الاستثنائية والمخصصة طبعا لإعلان الميزانية الفعلية بالأرقام لعام 2019، وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2020 للميلاد. كذلك طبعا جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية دائما ما تناقش وتستعرض أبرز ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، المؤشرات إيجابية طبعا حسب ما أفاد به البيان التمهيدي الذي أعلنه معالي وزير المالية أكتوبر الماضي، والذي أعلن فيه أن هناك العديد من التطورات الإيجابية، هناك العديد من المؤشرات الإيجابية، النمو الاقتصادي كذلك الذي طال العديد من القطاعات لدينا. من يراقب اقتصاد السعودية خلال عام 2019 تحديدا يلاحظ ويلحظ أن هناك تطور ونمو إيجابي في العديد من القطاعات. نتحدث عن قطاع السياحة، عن قطاع الترفيه، عن قطاع النقل، عن قطاع التشييد والبناء، عن قطاع التعليم، وهناك العديد من القطاعات، قطاع الصحة أيضا، تطورات مضطردة، وكذلك نمو اقتصادي استثماري في العديد من هذه القطاعات. كل ذلك سينعكس بالتأكيد على إعلان أرقام إيجابية لميزانية 2019 وكذلك موازنة الدولة لعام 2020. إذن مثل ما تحدثنا قبل قليل بأنه بعد قليل من المتوقع أن تعقد هذه الجلسة الاستثنائية، وطبعا العالم مثل ما تحدثت يترقب صدور الأرقام تحديدا لميزانية السعودية.